بسم الله الرحمن الرحيم. العميد مهندس خالد يوسف تركيت، نائب المدير العام في الإدارة العامة للأطفاء. طبعا أنا يسعدني أن أكون متواجد اليوم في هذا الإيفنت اللي نطلع فيه على مجالات التدريب، وطبعا مجالات التدريب سواء التدريب قبل الخدمة أو أثناء الوظيفة من الأمور اللي احنا نهتم فيها في الإدارة العامة للأطفاء، ونعتبرها أساس لتطور أو تطوير العاملين سواء موظفين أو مسؤولين أو قياديين. ودائما عندنا اهتمام للاطلاع على مجالات التدريب المختلفة سواء الفنية المتخصصة في مجال الإطفاء أو في المجالات الداعمة مثل المجالات الإدارية والمالية وغيرها من أعمال التطوير. فاحنا يسعدنا يعني اللي قاعد نشوفه اليوم، وسوينا اتصالات مع مجموعة من اللي موجودين لإنشاء يعني مجالات تدريبية حديثة لإدارة عام الإطفاء، بالإضافة إلى اهتمامنا في الموضوع لأن عندنا قريبا راح يكون في مؤتمر. هذا المؤتمر مؤتمر عالمي في مجال الإطفاء ومتخصص، ويقام سنة وترك في الكويت.